ولمناقشة آخر التطورات في الملف السوري ينضم إلينا اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا. تحية لك ولمتابعيكم الكرام. أهلا بكم. الحزب الجمهوري في الكونغرس قدم مشروع قانون ضد الأسد لتفويت الفرصة على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتطبيع العلاقات مع النظام مستقبلا، كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني من حيث المبدأ أنا لا أؤيد هذا الطرح. الأسباب كثيرة. أولا صحيح هم تقدموا أكثر من 100 عضو في الكونغرس من أجل تفعيل بعض الأمور في قانون قيصر أو استنادا إلى قانون قيصر. هذا الموضوع بالأساس قانون قيصر تم التوافق عليه من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولا يمكن الرجوع عنه تحت أي ظرف من الظروف على الإطلاق. ولكن هنالك إمكانية لتوسيع تطبيق قانون قيصر على أرض الواقع، وهو يشمل كل نواحي الدعم التي تقدم للنظام السوري من أي جهة كانت، إن كانت أشخاص أو شركات أو هيئات أو دول. هذا الموضوع يمكن أن يشمل روسيا بطبيعة الحال، يشمل إيران، يشمل الميليشيات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها إيران، إضافة إلى شركات روسية كانت عسكرية أو حتى مسؤولين في النظام الروسي، نظام بوتين، بدءا من بوتين ونزولا إلى العساكر الذين شاركوا في الهجوم الروسي على سوريا. هذا الموضوع، وكل دولة تتعامل مع النظام اقتصاديا، سياسيا، إعلاميا، عسكريا. هذا الموضوع قانون قيصر سيطبق عليها عندما يتم تطبيقه بشكل واسع على أرض الواقع. نعم، هذه أحد الفقرات الرئيسية التي يمكن من خلال تطبيقها واتساع رقعة التنفيذ لقانون قيصر على أرض الواقع ستشل النظام اقتصاديا أكثر ما هو متضرر بكثير، وستشل داعميه، وبالتالي سينهار النظام من الداخل. نعم. طيب سيادة اللواء، عندما يتكلم الجيش الأمريكي أن الوجود العسكري الروسي في شمال شرقي سوريا دفع البنتاغون لنشر مدرعات أمريكية هناك للرد على ما وصفها بالتجاوزات الروسية، كيف ينعكس الصراع الأمريكي الروسي على الملف السوري؟ بكل تأكيد طبعا الصراع على سوريا وفي سوريا بين الروس والأمريكيين وأطراف أخرى متعددة مشاركة في الصراع في سوريا أو لها تدخلات في سوريا، هذا الموضوع شائك ومعقد. ولكن الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والجانب الروسي هنالك ملفات عديدة، منها القرم ومنها أوكرانيا وموضوع الطاقة في المتوسط وأمور كثيرة معقدة، وعودة بوتين إلى المنطقة العربية بقوة من خلال الباب السوري الذي سمحت له أمريكا من أجل أن تتستر وراءه أو خلف النظام الروسي بالتدخل لصالح نظام بشار الأسد. ولكن الروس تجاوزوا كل هذه الأمور وأصبحوا موجودين في قوة على الساحة السورية وفي ملفات أخرى كثيرة، منها ليبيا ومنها اليمن ومنها لبنان، وهنالك انتشار في أيضا تواجد في مصر وفي السودان وغيرها، وهذا غير مرغوب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يؤثر على المصالح الحيوية والاستراتيجية للولايات المتحدة ولحلفائها. من هذا المنطلق إذا أردنا أن نحلل أو نسقط هذا الموضوع على فقط على الجانب السوري أو ما يتم في سوريا، الروس حاولوا لأكثر من مرة التجاوز على الخطوط المتفاهم عليها بينهم وبين الأمريكيين، ولكن الأمريكيون كانوا يقفون موقف حازم وبصرامة، كما تذكر خلال السنوات السابقة عندما أرسل الروس مجموعة فاغنر مؤلفة من 400 شخص باتجاه المنطقة الشرقية للبادية السورية، وعندما شاهد الأمريكيون هذه القوات سألوا الروس هل لكم أي قوات هناك؟ قالوا لا. قامت الولايات المتحدة أو قام البنتاغون القوات الأمريكية بقصفها وسحقهم،
وراح ضحية ذلك أكثر من 200 قتيل. نعم. وبعدها اعترف الروس أن هؤلاء هم من شركة فاغنر الروسية. إذن هنالك طيب. الكثير من المواقع والمحلات نعم. التي يحاول فيها الروس التسلل بشكل أو بآخر والتجاهل بعض التفاهمات، ولكن الأمريكيون حازمون في هذا الموضوع، لن يسمحوا للروسي بتجاوز طيب. الخطوط المتفاهمة. اسمح لي بسؤال أخير سيادة اللواء، يعني الموضوع طرح لأن الحزب الجمهوري كما قرأنا في الخبر سابقا، الحزب الجمهوري يريد أن يثبت هذا الموضوع الأمريكي طبعا، ويقول أنه لا يسمح لبايدن في الإدارة القادمة أن يعني يتخذ خطوات من الممكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لذلك هم يستبقون ذلك بتوقيع عريضة من 150 نائب جمهوري، وبالتالي تذهب نحو توسيع هذه العقوبات التي اشتمل عليها قانون قيصر. هل من المتوقع أساسا أن يتجه جو بايدن مستقبلا إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري؟ أخي الكريم، أنا بحسب معلوماتي المتواضعة قانون قيصر هو قانون لا يمكن الرجوع عنه، وإذا كان هنالك فكرت الإدارة الأمريكية القادمة إلى البيت الأبيض بزعامة بايدن أن تعدل من هذا القانون تحتاج إلى موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعتقد أن هذا الموضوع لن يمر على الإطلاق. هذا من جانب. الجانب الآخر، قانون قيصر هو قانون إذا أردت أن تقرأ تفصيلاته ومواد التي متوفرة داخله، هو قانون واسع، ما بدأ من تنفيذه على أرض الواقع لا يشكل أكثر من 5 إلى 10%، ويمكن أن في حال توسيع تطبيق قانون قيصر وتنفيذه على الأرض الواقع سيكون مثل ما بيقولوا كارثي على النظام السوري، وسينتهي النظام. نعم. وحتى داعمي النظام سيتأثرون، كما قلت سابقا، إن كانوا أفراد أو هيئات أو منظمات أو دول حتى. هذا من حيث المبدأ. ولكن قد يكون هؤلاء الذين قدموا الطلب للكونغرس 150 عضو من الحزب الجمهوري قد يكون أضافوا فقرات أخرى لتنفيذ قانون قيصر على أرض الواقع، قد تكون فيما إذا تم التراخي أو عدم السماح بتراخي الإدارة الجديدة ببعض الأمور، رغم أني أستبعد ذلك بشكل شخصي باعتبار أن أمريكا تحكم من خلال مؤسسات، وهذه المؤسسات لا يمكن تغيير سياستها بين يوم وآخر أو بين عشية وضحاها. السياسة الأمريكية التي بدأ فيها استنادا لقانون قيصر أعتقد أنها ستستمر على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وسيتم إنهاء نعم. نظام اللواء الأساد. اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري عبر الخط الهاتفي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. إلى أحوال الطقس لهذا اليوم.